استباحة. ورجعنا يا جماعة للفصل الثاني من حلقة الفواكه والخضروات اللي هي بتاعة الموسم. شفنا أول طبق قدمه كريم، عمل لنا طبق من الحرنكش، الاسم المعروف هنقول، مش هنقول بقى مستخبية والمستحية، هو الحرنكش معروف لنا كلنا، ما بس دخل معاه الجمبري، طبق جميل جدا. أنا عليها تعقيب واحد بس يا كريم، إن الفلفل الحصى كان كتير شوية. مظبوط مظبوط، مش أكتر. أنا كنت لازم أقلله شوية، لأنه أنا بديه كده قلت ايه خد مني. انا زي. عجبني لاني بحب الحصى ده، بحب اقرقشه كده، لكن هو لازم يبقى اقل فعلا. انا هدوق اشوف تاني. انت محتاج لا عشان حرق، ما اقدرش ادوق بصراحه. جميل 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 جميل. تسلم يا شيف، تسلم ايديك فعلا. حلو، الله يخليك شيف. بدك يلا دي بقى نرمين هنا وتفضل مستر. ننقل بقى من كريم، هنشوف امل هتعملي لي النهارده، هتعملي لنا طبقين، ايه هما؟ صباح الخير، اول شيء صباح الخير عليك، صباح عليك وعلى جمهورنا وعلى نرمين والحرنكش وكريم وكل اللي معانا موجودين. اليوم اخترت لكم انا بالفواكه والاول خضروات، انا اخترت نوع خضروات، اخترت الكوسه. هلا الكوسه صار زي ما انتم عارفين بطل له موسم، صار بالصيف وبالشتاء موجود. بس اغلب انه هو اكلاته صيفيه اكثر. واليوم انا اصلا عملت بالوصفات وصفات صيفيه، راح اعمل بالكوسه سلطه الكوسه المسلوقه. ايوه اعطيني اقول لك شوي بس لو سمحت. تفضلي. الكوسه اول شيء قورناها يعني شلنا القلب بتاعها. قورناها، بنقول قورناها. قورناها قورناها واخذت اللب تبعها. ماشي، بعد ما قورتها سلقتها. فهلا يعني هاي نفسها الجثه وهاي ايوه. لا في مصر نقول لك صباح الحرنكش. صباح الحرنكش. فنفسها هلا الكوسه اللي قورتها انا سلقتها راح استخدمها للسلطه، وراح استخدم اللب باعمل طبق كثير سهل وكثير زاكي وكثير مفيد. ماشي، هو هنبدا بايه؟ راح ابدا انا هلا اللحمه هاي عصقناها من اول. أوكي. يعني حطيت عليها بصله، حطيت عليها ملح وفلفل وقلبتها بشويه زيت. راح اخذ اللحمه واحطها بقلب المقله، راح ازيد عليها شويه زيت. انت طبختيها نص طبخه مش كده؟ نص طبخه بالضبط، اللي هي بنقول عليها التشويحه بتاعتنا. ايوه. طب هل ممكن نحط القلب ده معاها وهي نيه ويتعمل؟ لا. ولا لازم نشوح؟ لازم نشوح. لانك انت بتعرف انه اللحمه لما تقلبها بالبصل بتاخذ طعم ثاني. هلا لما حطيت، لو تحطها نيه مع بالكوسه واللوب ما حتعطيك طعم. طعم اخر. ما راح تعطيك طعم. لا، وبعدين سوى اللحمه غير سوى الكوسه ده، ما في لحظه بيكون هيتهري بدا. فاهم. هلا هاي كمان الطبخه بدي اقول لكم شغله، تقدر تطبخيها بدون اللحمه. يعني ممكن تقلبي البصله اول شيء مع زيت زيتون، وبعدين تيجي تجيبي كميه من اللب وتحطيه فوق البصله وتوطي عليه لما تستوي طعمها كثير زاكي، وبعدين بتحطي عليها شويه نعناع ناشف وبتغمسيها بالخبزه. عرفت؟ يعني الخبزه للصيام. للصيام اخواننا المسيحيين كثير منيحه، يعني بتفش القلب شوي تغيير. راح احط شويه هيل، دائما بحب انا احط هيل مع التعصيب. هيل بيدي طعم جميل للاكل. بحب اكيد. بس حط شوي انا هيك بس. هو بيعزك برضو، هو قال لك يعني اعترف لك. لا يعني قال بيقول كلام حلو في حق امل. عايزه انت تعلي النار شويه يمكن؟ لا لا تمام، انت عايزه على نار هاديه. ايوه بس دقيقه، انا يعني لانها مستويه اصلا، وكمان بتهيالي نار هاديه علشان ده بيستوي بسرعه. دقيقه لانه الرقيق هي هاي الكلمه بدور عليها. هلا راح احط حبات ديليكاتو. ديليكاتو شايفه هيك شوي، هي لازم تكون كمية ال ايش اكثر. ايش هذا؟ ايش هذا؟ بس احنا الكمية قليلة. يعني الكوسة اكثر المفروض من اللحمة، اكثر من اللحمة. بس احنا كريمين كثير، انا نوهت لهذا المعلومة. احنا كريمين زيادة عن اللزوم لدرجة ان اللحمة عندنا اكثر من الكوسة. سبحان الله. الحمد لله. لكن هو فعلا المفروض ان الكوسة تكون اكثر. راح احط معاها بس شوية مي، هي بالعادة ما بنحط لها مي لانها الكوسة بتنزل اصلا ميتها. صح، عرفتي؟ هلا احنا راح نخليها هلا على نار هادية تتسوي. أيوة. مع بعض. وراح اجي اقول لك هون ايش راح اعمل بيه، بس اعطيني معلقه لو سمحت. تفضلي. راح احط الكوسه المسلوقه، شوف اذا عملتها انا هذه الحلقات. يعني لاني حبه الكوسه زي ما هي قطعتها لانها فاضيه عشان هيك طلع معنا حلقات. دي برضه فكره جديده. وسلقتيها امل سلقتها بمي بس تغليها على الغاز قبل ما تستوي. اساس لما تتاكلي يعني تبقى مستويه مع الزبادي. صح، زبادي. هاي منيحه ومفيده برمضان، منيحه طبعا لانها اول شيء الياف، بعدين الكوسه بتعرف قد ايه هي مفيده، وبعدين مليانة بارده ومليانه مي. مليانه مي. يعني زي السلطه بارده
بتفضل بارده. تمام. بدي معنى الزبادي بي بي بيبرر على القلب. اه طبعا بالصيف خصوصا احنا هلا بالصيف برمضان. لا راح احط معاها شويه تومه بسيطه. التوم انت حطيتي آه شايف شايف انه التوم بسيط صح؟ وبدي الملح بس لو سمحت. شوفي قديش سهل بس انت مش متخيله قديش طعمه زاكي وقديش مفيده. طبعا كثير. وده نعناع مش كده؟ وده نعناع. نعناع ناشف. اه حط معلقه. بنعمل نفس السلطه بس بالخيار كمان. خيار. كمان واحنا نعملها كمان شوي نقطه بس كثير كثر عجبت كانك ده حرفيه. شايفه احلاها؟ حلوه حلوه يعني زي ما قلت لك بارده. لسه ما نعرفش. امسك وحط هنا. لسه ما نعرفش حلوه. ما هاني بدي اخذ رايي بدي اطعميك اياها انا. هو رايه طبعا. جميله جميله. شفتي حلوه زاكيه؟ نعناع حتحطي كمان. طعمها مالحه ولا منيحه؟ لا لا مظبوط الملح مظبوط. عايزه نعناع؟ لا لا منيح 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 منيح. المهم استناك تحكي لي منيح. منيح منيح الحمد لله. طب ممكن نقول شويه كلام عن الكوسه وانت بتغرفي؟ يلا اغرفي. طيب الكوسه. طب يا يعني مش عيب نتكلم عن الكوسه يعني. لا مش عيب. الكوسه ليها اهميه جامده جدا انها بتفتت الحصوات الموجوده في الكلى وتحمي من الاصابه بالسكر ومن الاصابه بسرطان القولون وتحمي القلب والاوعيه الدمويه وهي كمان مقويه للجهاز المناعي وخفيفه يعني من الحاجات الخفيفه جدا لان هي فيها كمان غنيه زي ما امل قالت امل بالالياف وفيها مضادات اكسده فيها فوسفور وبوتاسيوم وكالسيوم ومغنيسيوم. كلوا الكوسه. لو في معلومه كمان ثانيه عن الكوسه. اه عارف انت المقوله بتاعتنا شيف محسن يقول لك دي كوسه. احنا كنا قلناها في حلقات سابقه. جايه من انه زمان في الاسواق عشان السوق الكوسه كانت بتبوظ بسرعه فكان اي كان بيبقى في طابور كده مستنيين يخشوا ابواب السوق اللي شايل الخيار واللي شايل بقى الفواكه المتنوعه والخضروات المتنوعه يجي بتاع الكوسه ما يقفش في الطابور فيعدي يقول له ايه يا عم رايح فين؟ يقول لهم لا دي كوسه. يقول له طب خش عشان الكوسه كانت بتبوظ بسرعه. فانطلق الموضوع بقى على الواسطه. هي بالظبط الكوسه ما لها روح كتير. ما لهاش روح. صح ما لها روح. لا كريم هيدوق السلطه. نقول احنا عليه نبات ضعيف. نبات ضعيف بيبوظ بسهوله. صح. طب وده الطبق ده يا امل عباره عن سلط برضو ولا لا هيك تغميس مع الجعجعه برضو ولا مع رز؟ لا لا بالخبزه. بالخبز. بقول لك تغميس انا فكرتك بتفهم يعني بالخبز بتفهم لا علي بنغمس يعني. ايوه بنغمس. تمام. طب يعني هو غدا او عشاء او فطار او ايه بالنسبه والله لك؟ شوف انا بحكي لك القصه. امي الله يرحمها كانت لما تعملنا كوسه احنا كنا كتار احنا بالعائله ثلاث اولاد وثلاث بنات. فكانت لما تعمل مثلا تطبخ كوسه بتجيب بالبوكسه بالكرتونه فتقور قبل بيوم كل هذا عشان ثاني يوم بكون اسهل عليها انا تشتري فبكون عندك لب كثير. فهذا اليوم اللي ثاني يوم اللي بتطبخي فيه كوسه بتقلب لنا اياه زي ما هو هيك فبناكلها تغميس. تقلي بطاطس جنبها مثلا زيتون. عرفتي انك تمشي يومك فيها بدل ما تكبيها انا حرام. هي اصلا كثير مفيده. لا وهي كمان احنا عندنا بناخد برضو قلب الكوسه بس بنعمله زي ما قلتي سلطه بارده من غير اللحمه ونحط لها زيت زيتون وملح وفلفل على الغاز؟ لا وهي بس بنسوي القلب. ما بقول لك يعني ممكن يتسوى على النار بشويه تومه زي ما بتعمل. ايه الاخبار؟ انت نازل اكل اصلا انت دوقته مرتين خفيف اكل خفيف حلو كده؟ اول مره دوقته ما حدش قال لي رايك ايه؟ قلت ادوق تاني مره يعني. طب قلنا رايك ايه؟ عايز اقول لك على حاجه. قول لي. ان هي احلى من الخيار. احلى؟ صح؟ احلى من الزبادي اللي بتنزل. زياده بالخيار. اخف خفيفه. خفيفه جدا. التوم فيها كمان مش حاطه توم كتير. برافو يا امل تسلمي ايدك. صحه وعافيه. هاي السلطه انا اخترعتها لحالي عارف. يعني بقول لك لانه مرات انت بتسوي اشياء فبتقولي يعني حرام تكبيه. صح. فانا اليوم زي ما قلت لك انه بدي اخذ اللب بس لحاله بس برجع بحكي لكم انه اللحمه كثيره. وكثيره وبزياده يعني. تمام. هي اللي هيك بكفي. لا مش بتهيألك ده انت تقولي. لا خلاص بدي اشوفك ما انا تسوي. لا شايفها هي هسوي. انا بيليا. انت بيليا. اخذ بس مغرفه. دي افضل اعتقد. يا الله هذا الصوت مزعج. بسم الله الرحمن الرحيم. لا وحتى بالكميه دي يا امل انا بحب على فكره لما يبقى طبق فيه لحمه بحب اللحمه تبقى اكتر من الخضار. والله يعني انا 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 شايف انا لو بعمله هعمله زي ما انت بتعمليه كده. انا بقول لك هذه كميه اللحمه يعني. ايش تقيله كريم. هي بس هي انا بحب اللحمه. لا لا طبعا صراحه. لا انا مش قصدي انا بتكلم على يعني
هي فكرتها انا فهمت ان يبقى الطبق خفيف مع طعم لحم بس يبقى خفيف، لكن لو كترت اللحم هيبقى تقيل. لا هو هاي كمان الطبخات اللي طبخات الصامي لما تبقى قلب الكوسه كتير الصيامي اللي تنعمل زي ما قلت لك بدون لحم. والله عرفت بس احنا اليوم حبينا ندلعها يعني هي كده دلوقتي متدلعه طبعا. سبحانك يا رب. اول مره اشوف كيف كوسه متدلعه. ميرسي يا اموله جميله. انتوا عندكم حرنكش مستحي؟ احنا عندنا كوسه مدلعه. كوسه مدلعه قولي لنا ايش رايك؟ قوي قوي. اثنين بقى كريم. كريم هيدوق ولا لا؟ انا يعني قرب ما في الفاصل بقى ناكل. مش هندوق ناكل. مش قادر. بنفطر شويه فطارات يا جماعه في قناه ست البيت. بيجي علينا ايام بتلاقي عاملين ممبار ولحمه راس. فطار غير عادي. وستيك. وانت بقى الساعه 10 الصبح داخل يعني اللي هو ايه يمين يديني قهوه. كريم فاجئ قدامك كوارع. فطار الابطال. ذكي كتير يا امل. حلوه حلوه. ساعتين وعافية. وبعد ذاك كثير اللي سمعناها من نرمين واللذيذة اللي سمعناها من كريم بكون خلصت أنا فقرتي لليوم من برنامج الصباحة. بس أنا ضايلة معاكم لسه ضايل فقرتين معانا. عملت اليوم لب الكوسة مع اللحم المفرومة وعملت سلطة الكوسة المسلوقة مع الزبادي والتومة. إن شاء الله أنهم يكونوا عجبوكم وجربوهم. أنا متأكد أنهم رح يجيبوكم. خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل فقرات برنامجنا لليوم.